انا ما شتمتش حد. لا حضرتك بتتكلم على كلام وحش. لا ما شتمتش حد. ما اسمعش خليك افرض كله متضايق. ما شتمتش حد وما كلمتش حد وما اتكلمتش باسلوب غير لائق ولو 1%. انا مش هكمل الحلقه دي يا طه. لا لو سمحت انا عايز امشي. ماشي مش هنكملها دلوقتي. المخرج هيجي دلوقتي انا هكلمه وانا اقول له على حد تاني. ما حد انا ما اعرفش ان هي هي. انا بجد ما اعرفش ان هي ياسمين اللي كانت جارتنا وكانت صغيره دلوقتي بقت. ما يخصنيش ما يخصنيش. هي اي حد غيركم يعني. انا حد غيرنا هيجي يتكلم بالطريقه. انا بالصدفه انا اتفاجئت اصلا. إيه لو سمعت انا اتفاجئت. انت عارفه كل حاجه عنك؟ لا انا ما اعرفش حاجه عنك. ما اعرفش اسم واحده اسمها ياسمين. كل حاجه اعرفها الا ياسمين. مش هنقعد نتخانق هنا يعني. يعني لينا بيت نتخانق فيه. طيب بعد اذنك المخرج بس ممكن جماعه ولا ايه؟ لا اسمع بس. لا مش بمزاجك. انا اسف. ممكن تغارق. لا مش بمزاجك. لا انا مش جايه اتهزق. مين هزاك يا حبيبتي؟ مش جايه يتقال لي لو عندك كرامه تمشي. مين قال لك ان لو عندك كرامه تمشي؟ انت. لا لو كده بقى مش بقول لك ايه طبعا. انت مش عارف تسيطر على الخطوه دي. مشكلتك يا حبيبي مش مشكلتي. لا انا ما قطعش. بقول لحضرتك هو المخرج فين دلوقتي بس عشان احل المشكله دي. ولا اي حاجه. طيب هي حضرتك دلوقتي مش مرتاحه وانت موجوده. مش هينفع. مش هتعرف تكمل الحلقه. ده بس شالت اصلا. يا حبيبي شالت ايه؟ خطيبك. طب حضرتك بس شالت ايه اصلا؟ وانا شاريه الهوا شاريه الوقت بتاعي بفلوسي. هو حر يعني. يعني اعتبري مفيش مخرج. انا المخرج. انا هنا كل حاجه. بس تمام ما عنديش اي مشكله بره. عارفه مفيش هنا حكم. انا حكم انا. تمام مفيش مشكله بره. يلا ليه مش هتكملي؟ لا مش هتمشي. حبيبتي هتمشي بمزاج. انا لما انا اخلص. لا هو مش بمزاجك. لما انا اخلص. هو مش بمزاجك بس. لا يا طه لما انا اخلص. لا معلش معلش. طب ماشي بعد اذنك بس المخرج جه. طب اهدى منك ثواني هنكمل. انت جايه. طب انت جايه مثلا عشان انا في وقت عايزه امشي. طب انت جاي عشان حاجه ولا جاي عشان حد يستفزك فتقومي؟ انا افهم يعني. هو انت متضايق ليه؟ انا مش متضايق. امال انت في ايه؟ انا متضايق عشان انت متضايقه. انت عارفه ده كان ممكن يبقى نجم. انت السبب اكيد. لا هي مش السبب. مش السبب بعد اذنك. تمام بعد اذنك خلاص. ربطت نفسك كده. الاستاذ اللي هي تقوله هيمشي على الكشر كله. هي شارع الهوا. انا المخرج. ايوه وهي اللي بتدفع لها مرتبات. طيب يا حضرتك. طب لو سمحت. لا لا مفيش حاجه اسمها. ميرسي ميرسي بجد من ذوقك. طيب لو سمحت ينفع حد ضيف في برنامج هي شاريه الهوا بتاعه يتهزق؟ مش حبيتي. فين اوكي مش حباني. مشيني. مش تهنيني يعني. مش حباني. ممكن تتكلمي عادي بمنتهى العادي. مش هقول لك حتى يبقى في احترام. لا عادي بس ما تهنينيش. ما تكلمنيش وحش. 10 ثواني يلا. انا المايك مش شغال. مايكها مش شغال. حد يشوف لها المايك بتاعها. لا انا شلته. طب هي شالت المايك اصلا. اتفضلي حطيه. طه طب بعد اذنك انت ولا هي تستفزك؟ انا افهم يعني هو حد اي حد يستفزك. استفزاز. انا مش عيله صغيره عشان تقول لي الكلمتين دول. يلا يا طه. طيب لو سمحت انا مش هتشتم. انا مش هتهزق. مش هتقلل. مين ايه قالت لك ايه؟ بس انا مش هحط المايك غير لما افهم هو فيه ايه. يعني هي اللي هتحدد. هي اللي هتحدد درجه كرامتك. لو سمحت لو سمحت يعني يبقى في اسلوب في الكلام. يعني انا مش هتعامل بالطريقه دي. اماني هي اللي هتحدد حاجه. انا جايه معاك. انت قلت لي تعالي معايا البرنامج كلموني وتعالي وصفان وبتاع وغيت معاك. خلاص انا مش جايه اتهزق. لا طبعا لو انت شايف ان انا اجي واتهزق. مفيش حد يقدر اصلا يا بنتي. او اتكلم. انت هيشغلك يعني. كلمتين هيشغلوك. مش قصه كلمتين. انا ليه اسمع كلمتين اصلا عشان طب تمام. انا طب تمام. هي واحده لو يعني اعمل ايه؟ انت يرضيكي ايه اعمله؟ طيب يرضيني ان انا امشي. انت او اتعامل بالمستوى اللي يليق. لا يا تتعاملي بالمستوى اللي يليق. اتفضلي بعد اذن حضرتك. دي انا يعني انا هكلمك ازاي بعد اذنك؟ انت تعبلها كويس. دي دي فجايه عندك ملهاش علاقه بقى جيران او مش جيران او الحاجات دي. هي ملهاش علاقه. وانا صغيره يا لا لا بعد اذنك هي ملهاش علاقه. انا صغيره. انا عمري ما كنت كده مع حد. ماشي اعرفك ولا ما اعرفكيش بقى خلاص. دي قصه. أيوة انتهت. انا دلوقتي خاطب الدبله دي. دبله ايه يعني؟ عايز افهم. لا هي بتتكلم عليا. في حد تبعك انا اقدر اكلمه دلوقتي يعني؟ في حد ايه؟ انت دلوقتي ايه متجوزه ولا مخطوبه ولا مش فاهم؟ لا انا هنا كبرت المكان ده كله. انا بدفع ثمن الهلومه دي كلها. ايه بتدفعي ثمن الهلومه دي؟ فحط لها بقى المايك طه لو سمحت. طب انت مخطوبه يعني ولا متجوزه ولا مين معاك هنا ولا تمام؟ ما انا عايز افهم. لو اكلم انا مش عارف اكلمها. هي اكلمها ازاي انا؟ اتكلم بس باسلوب كويس عشان ما ينفعش ان انت تكلمها بالطريقه دي ايا كان اللي بيحصل. هو يكلمني زي ما هو عايز. اتفضلي. يعني هو يتكلم بالمستوى اللي يليق بيه. يكلمني زي ما هو عايز بالمستوى اللي يليق بيه. صح كده. اللي انت عايزه. تمام. مش هحط المايك. طب خلاص بقول لك بعد اذنك. مش هحط المايك غير لما الاسلوب اصلا الاسئله من البدايه يعني مش لطيف. يعني اللي هو المايك ده بفلوس على فكره اللي انت عماله تقطعي فيه. انا ما بقطعش فيه على فكره. انا ماسكه عادي. بس
المايك اهو طب ثانيه عشان ما اقطعش فيه. لا لا بص بص قال لي حاجه المايك اهو. انا مش هسجل مش هسجل انا خلاص هو يبقى الكلام باحترام يعني انا عشان ماضي اقرار اتهزق. لا لا يعني ينفع معلش هننهي الحلقه ما احنا لا هي كده الحلقه مش هتنتهي. انت قلبها تهزق بس انت اصلا غيرانه بتاكلي في نفسك لكن هزق بس حضرتك ايه شفتي والله واحنا في يوم يعني بترفع في الاعمال. طب عايزين طيب تركب المايك لو سمحت. طب لو سمحت انا يعني المره الجايه كلمه واحده مش هتعجبني انا ولا هيفرق معايا اقرار ولا هيفرق معايا وقت ولا هيفرق معايا اي انت طبعا. براحتك يا امان اللي انت اللي انت عايزاه بس انا مش عايزك انت تنزلي من نزل الموقف ده هنتحاسب عليه. طب انت ست صعبه جدا على فكره والله ونكديه جدا الله يعينه الله يعينه. انا مش عارفه ليه اعمل حاجه غصب عني طب يعني عشان انت ما تقولهاش اي حاجه انا مبسوط بيها وبحبها وبعشقها كمان. انا دلوقتي انا مش هكمل بعد اذنك انت يعني اشغلي كلام الناس او كلام اي حد الناس انت مقعدني ليه غصب عني انت يعني مش قاعده غصب عني. لا ما تعمليش غصب عنك ولا هزك في ايه انت بتتكلم في ايه انا بكلمك في ايه بعد اذنك كلامك يبقى محدود. انا سكت انا سكت والله شوف ما هتعمل ايه. طب لو سمحت انت ايه يعني ايه الغرض ضيفه جايه يعني ايه الغرض ان انت تبوظ الحلقه انا عايز افهم يعني انت ابوظ الحلقه يعني انا على قلبي ادفع فلوس قد كده عشان ابوظ الحلقه. لا انت انا قاعده لا ده انا قاعده بخسر بسببك انت وهي تخسر ايه انت مش شايفه يعني انت يعني جاب والله زي انت صعبان عليا انت اي حد هيبوظ لي حياتي يعني مثلا اي حد هيقول لك هو مش اي حد مش قصه اي حد ومش اي حد انت اللي بتعمل كده. بعمل ايه كده انت اللي بقول لك انا مش عايز اعمل حاجه. اتضايقتي من انا ولا اتضايقتي من انا عايز افهم انت متضايق من مين مش عارف. لا يا انت ست غيور انا بعرفك ان شاء الله ما فيش اي حقوده حاجه لما يكون في حاجه يعني الكلام ده هيضايقك يعني كل ده ومش عاجبك. لا لما يكون في حاجه في موقف مش ده. طب بعد اذنك نعم بعد اذنك يا استاذ. ايوه اولا احنا فضلنا 10 ثواني على قبل 20 ثانيه على الهواء بالظبط. هو البرنامج مباشر ثانيه واحده بعد اذنك احنا عاملين نازل في اعلانات بسببك ثانيه واحده بعد اذنك. الحاجه الثانيه فضلت تشتم اخراج ما ينفعش. انا ما شتمتش حد. لا حضرتك بتتكلم على خالد وحش. لا ما شتمتش حد. انا ما اسمعش خالد ده كله متضايق. ما شتمتش حد وما كلمتش حد وما اتكلمتش باسلوب غير لائق ولو 1%. حرام عليك والله انت كان ممكن تبقى مهند مصر لا يا ريت بقى يبقى انا مهند بيها انا حضرتك مهند بيها. لا ما حضرتك بقى كلامك عشان كده فعلا حصل مشاكل. لا لا انا تمام زي الفل مش انت يلا طلعني بقى طلعني خلينا نمشي. يلا طب يلا ستاند باي. ورجعنا لكم تاني في هو وهي اللي ما طلعش هو وهي بس دول فعلا طاو اماني اللي كانوا معايا النهارده في برنامج مراتي في ورطه الجزء الثاني. والله العظيم يا طه بصي انا فعلا طب ثواني ثواني والله وانت اللي قايلها على اسم اماني عصام علشان الحوار ده. طب ماشي ما احنا بنهزر انا سايب السنة التاني اللي انا شايف اسال المخرج اهو هسه انت بخرج مش كان في مكان ده اللي انا كنت هروح اقدم فيه الشيف اخترت ان هي تبقى معايا طيب ولا لا؟ عايز اقول لك ان يوم طب ثواني اقعد يا طه